ممكن اجيب بعض الناس زي روبر بيكون، قالوا لا احنا نعمل تجارب، قالوا له يا عم تجارب ايه؟ فاكر بعدين جه الناس اللي زي جاليليو فبيعمل فبيدي له البابا يبقى يا جاليليو. اولا هو على فكره ما كانش الشخص النبيل قوي ده اللي الناس فاكره، بس دي قضيه ثانيه يعني، كان سخيف بس كان عادي. فجاله البابا قال له ايه ده جاليليو اللي بتكلم الناس دي؟ كانت النظريات دي غريبه جدا. قال له ما هو شوف بقى بيقول له قداستك ولا مولانا ولا ايه؟ ده العلم وانا هعمل لك تجربه. وكان قال له طب وبعدين بعد ما تعمل لي ماذا اقول له في القضاء المسيحيين؟ وطبعا معروف ازمه كتير من العلماء الاوروبيين من امثال جاليليو وكوبرنيكوس وكتير، والناس اللي شاروا في التشريع واتهموهم بالجنون، والناس اللي ودوهم محاكم التفتيش. بس الحركة الثورية علميا يعني كانت بتستمر. شفنا دراسة مهمة عن منطق الثورات العلمية في فلسفة كارل بوبر، اللي رصد ازاي ان المشكلات الأساسية اللي بتواجه العقل الإنساني ما بتتحلش إلا لما يجي حد يفكر بشكل جديد مختلف. وتوماس كون أيضا أكد هذا المعنى، هو الكتاب بني الثورات العلمية لتوماس كون وكوبر كتب عن منطق الكشف العلمي، إنما كلاهما كان في العصر الحديث طبعا، كلاهما كان على نوع من التوازي. المهم إن المشكلات الأساسية المتعلقة بالمعرفة قامت بطرح حلول لها عقليات من خارج المؤسسة الدينية الكنسية. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يبحثون عن الحقيقة داخل العالم وليس خارجه. كان النهج السابق قبل ظهورهم حوالي 500 سنة في العصور إن كل الحقائق موجودة في الكتاب المقدس. جاء هؤلاء وبحثوا عن المعرفة داخل هذا العالم فأصبحوا سيكيولار علمانيين. نقل المفردة من اللغات اللاتينية إلى العربية لم يكن دقيقا فسميت علمانية. وعلمانية يعني تحير في معناها اللغوي قبل ما نشوف معناها الاصطلاحي او الدلالة العامة ليها، انه علمانية يعني من علمة من علم هي من عالم. يبقى كان لابد انها تسمى علمانية على الاقل عشان يوضح مفهومها. طيب اوروبا بهذا التكنيك الفكري خرجت من المأزق الحضاري بانه هذه الاتجاهات العلمانية ادت الى طفرة كبيرة هي عصر العقل. عصر العقل بكل الجهود التي فيه، جهود منهجية عند ديكارت، جهود سياسية عند المفكرين الفرنسيين جان جاك روسو ومونتسكييه اللي عمل نظرية العقل الاجتماعي، أو دفعه وفولتير طبعا دفعه عن الحرية وعن العقل الاجتماعي، والمخترعين الكثيرين الذين قدموا في فترة وجيزة جدا كمية كبيرة جدا من التصورات مع عصر الاستعمار. هذه المجموعة من العناصر صنعت الحداثة الأوروبية. حداثة بتقوم على فكرة المنهج العلمي، على فكرة البحث عن الحقائق داخل العالم،
على فكرة عزل الكنيسة عن أنشطة الحياة الاجتماعية قدر المستطاع وعن السياسة بشكل حاسم، ثم إطلاق الطاقات الذهنية إلى أبعد مدى سواء في العلم أو في الفن أو في الفكر أو في الأدب إلى آخره. حين اكتملت حركة الحداثة الأوروبية كان من الطبيعي مع الاحتكاك مع أوروبا أن تصل آثارها إلى المنطقة العربية. مين أكثر بلد في الوقت ده كان مفتوح على أوروبا لظرف خاص سياسي عام طبيعي عقائدي؟ لبنان هي منطقة مصيف جميل، عدد سكانه قليل وفيهم مسيحيين كثيرين ولهم طبيعة خاصة كمجتمع متفتح، أدى ذلك إلى نشاط أو احتكاك مع أوروبا. في وقت القرن 19 كانت هناك عمليات جدل شديدة جدا في أوروبا عن نظريات علمية مرة أخرى بدت للناس إنها بتخالف الدين زي نظرية التطور اللي طرحها داروين، بيقول فيها إنه اللي بيفهمه هو إنه الحياة بتتطور الكائنات عن بعضها وفقا لقوانين محددة زي قانون الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح إلى آخره. وهذا الكلام طبعا يمس الإنسان وفكرة إنه هو ابن الإله في الأرض في الوعي الأوروبي، وبالتالي هذا الكلام خطير جدا هناك، وكانت لا تزال طبعا القوى الدينية حاضرة. خدوا بالكم إن إحنا لما نقول عصر العقل مش معناها إن الكنيسة قفلت، ولما نقول الحداثة الأوروبية مش معناها إن الديانة انتهت، لا، والكلام عن القدرة والسيطرة اللي كانت موجودة للكنيسة لم تعد مثل ما كانت، إنما هو حتى الآن لا يزال الإيقاع المسيحي في أوروبا يعني يعتد به، لا يتدخل في حياة الناس طبعا بشكل سافر، إنما هو موجود ومحتفى به، يعني لم ينتهي، لأن الناس تتصور إنه أوروبا تطورت بالعلمانية لما رمت الكنيسة في البحر، هي ما رمتش الكنيسة في البحر. هو في هذا الحراك والدفع المتبادل تم تحجيم الدور اللي بتتدخل به الكنيسة في مناحي الحياة لإفساح مسار للعلم وللأدب إلى آخره. في غمرة هذه النقاشات الأوروبية المحتدمة هناك بسبب بعض النظريات العلمية ومنها نظرية التطور، بدأ اللبنانيين العرب اللبنانيين يتصلوا بهذا العالم ويناقشوه. هناك فتحدث مشكلات مماثلة كان أول غصب ليها مع أستاذ اسمه أنطوان مراش، درس للولاد في المدرسة نظرية داروين وكده، فهدوا عليه برضه هناك وبدأ الكلام. وبعد أنطوان مراش جه من لبنان إلى مصر، فاكر لبناني الأصل اسمه شبلي شمايل، شبلي شمايل راجل طبيب ومستنير، وجه على مصر بدأ يكتب مقالات، الناس يعني تهتم شوية، وفي ناس ما يعجبهاش الكلام ده قوي أو تقلق منه.